سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. شكرا لك عشان انت قدوس حنان وامين رحيم. شكرا لك عشان كل العطايا الصالحه اللي ما عندها حد عشاني. شكرا لك عشان قوه الصلاه. شكرا لك عشان انت اللي بتسمع وبتجاوب كل زول بيسالك وبيناديك ويقول لك انت ربي. يا الله علمنا كيف نصلي، دربنا في رضاك. يا الله بطلب منك في اليوم ده وانا واثقه فيك إنك حتسمع، بطلب منك تدافع عني وتنجيني وترفعني، بطلب منك تشيل عني الحمولة الثقيلة وتديني سلامك اللي بفوق كل عقل. آمين. نشوف كل الأمور ماشية في خطر، برجع وبدخل محضرك. في محضرك كل الأمل، في محضرك نبع الحنان، في محضرك نبع الحنان. لمسة شفاء أشوف بسمة طفل متغيرة، برجع وبدخل محضرك. في محضرك كل الفرح، في محضرك نبع الأمل، في محضرك نبع الأمل. كل الهنا نبع الحنان، في محضرك
نبع الحنان لمسة شفاء وقتين أشوف حياتي ما شافي ضياء برجع وبدخل محضر في محضرة نور الهدى في محضرة ضوى السبيل في محضرة ضوى السبيل رمز الصفاء أشوف بس بطفل متغيرة برجع وبدخل محضرك في محضرك كل الفرح في محضرك نبع الأمل في محضرك نبع الأمل كل الهنا أصدقاء وصديقات برنامج ظل العصر من راديو سمر ومعاكم سمعان محجوب أهلا وسهلا من جديد في هذه الحلقة الجديدة حلقة نبدأ فيها النقاش عن موضوعات البلد الأحداث تطورات الأوضاع في بلدنا السودان ونحن ما زلنا بنصلي من أجل بلدنا لأنه شايفين الأمور ماشى في خطر ما زلنا نصلي وندعو الله أن يتدخل في هذه الأوقات الصعبة حتى ينقذ بلادنا من الهلاك والضياع نصلي ونعزي كل أسرة فقدت أبنائها وشبابها وأطفالها في هذه الثورة فليعزي الرب القلوب المنكسرة كل أسرة تتألم الآن كل أسرة تتوجع كل أسرة تتألم بسبب فقدان أبنائها بسبب إصابة أفرادها نصلي أن يعز الله كل قلب منكسر كل قلب متألم نصلي أن يعيد الله لنا البسمة والفرحة والابتهاج من جديد
نصلي حتى نهتف لبلادنا من جديد، حتى نعود إلى الطرقات ونهتف. بنريدك يا بلد، بنعشق ترابك يا بلد، عشانك يا وطن نقدم أرواحنا، نقدم كل تضحياتنا، نضالاتنا، كل ما عندنا من أجل هذا البلد، من أجل السودان. أهلا وسهلا، نقاش جديد في ظل العصر يصطحبكم في هذه الرحلة الجديدة. سمعان محجوب، ساعة ونص معاكم على الهوى الليلة، نتابع آخر تطورات الأوضاع والأحداث في السودان. وسائل التواصل هي المعتادة، الفايبر والواتساب 0424-394-5901، البريد الإلكتروني mail@radiosummer.com. تابعونا كمان من خلال التردد 11965. نستقبل الآراء والأفكار والمقترحات والنقاشات وكل ما تودون أن تقولونها على منصاتنا المختلفة في التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر واليوتيوب، وممكن تسمعونا على مدار اليوم من خلال الموقع الإلكتروني www.radiosummer.com. بنرحب بكل الناس اللي بيسمعونا. ظل العصر دائما برنامج بيهتم بالأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية وكل تفاصيل الحياة في بلادنا السودان، وأيضا نتابع كل ما يجري في بلادنا في هذا البرنامج. بنرحب بالناس اللي انضموا لنا، بنرجو أنكم تشاركوا الحلقة عشان ما تصل لناس كثيرين ممكن يسمعوا ويعرفوا آخر تطورات المشهد. حلقة اليوم بتجي تحت عنوان ضوء في آخر نفق. ممكن تكون الأوضاع مزرية، ممكن الأوضاع تكون صعبة الآن، ممكن بعضنا بدأ يفقد الأمل، لكن دايرين نقول في ضوء في آخر النفق. ما تستسلم ولا ترجع من منتصف الطريق، قدامك فرصة إنك تقود البلد إلى الأمام، قدامك فرصة إنك تكتب تاريخ جديد لهذا البلد. قاوم، كافح بالوسيلة اللي أنت شايفها مناسبة، لأنه في ناس ما داير الخير لبلدنا، في ناس ما دايرانا أن احنا نمشي لقدام، لكن دايرين نقول لهم مهما طال الليل، مهما كان الظلام كبير وأوسع على بلدنا، لابد من ضوء جديد، لابد يشرق على بلدنا، لابد أن نصل إلى نهاية هذا المشوار، لابد أن نتعلم أن لا نعود من منتصف الطريق. كم واحد قدم روحه عشاننا نحن، كم واحد ضحى بنفسه عشان هذا البلد، وتجي أنت ببرودة الدم تفض الشراكة وتنسف كل النضالات وتنسف كل التضحيات الجسام وتطوي صفحة النضالات، وداير تفتح لك صفحة جديدة، عنوان الدكتاتورية، عنوان الظلام، عنوان القهر، عنوان التهميش، عنوان الإقصاء، عنوان العنصرية. أبدا، شعبنا لن ينكسر، شعبنا لن ينحني أبدا، شعبنا قرر أن يمضي إلى النهاية، شعبنا السوداني المعلم لن ينكسر لكل طغاة العالم. لابد أن يفهموا هذه الرسالة. احنا مكملين المشوار، متأكدين حتى لو طال الليل لابد من صباح جديد على بلدنا، لابد ان السودان ده يتبني ويتأسس من جديد بشكل افضل، لابد ان يتأسس هذا السودان على اسس جديدة تجمعنا كلنا، انه البلد تشيلنا كلنا. ما في زول افضل من زول، ما في زول احسن من زول، عشان ما ترجع تاني أزمنة الخراب، أزمنة الضياع، أزمنة الحروب، ما ترجع من جديد.
لكن نبدأ بداية جديدة، بداية عنوان السلام، بداية عنوان الاستقرار، بداية أقدر أعيش بأمان في بلدي أنا، ما أتغرب، ما أتعذب، ما أضطهد في البلد دي، أعيش لأني أنا سوداني، أعيش بكل كرامة. لازم أرى هذا الضوء في هذا النفق المظلم. تمسك بالأمل عزيزي المستمع، لا تفقد الأمل حتى لو كانت الأوضاع مزرية، حتى لو كانت الصورة قاتمة، حتى لو كانت الصورة غير واضحة، لا بد من إشراقة جديدة، لا بد من انتصار جديد لهذا البلد، لا بد من سودان جديد يختلف عن هذا السودان القديم. لا بد أن ترى بلادنا النور، حتى لو تجبر الطغاة، حتى لو فعلوا بنا كل الأشياء، لا يمكن لا يمكن لا يمكن عودة عصور الظلام أبدا، لا يمكن أن تعود هذه العصور. الجيل الراكب راس موجود، الكنداكات موجودات، الثوار الأحرار حيكمل المشوار، عقدوا العزم إنهم يكملوا، إنهم ما راجعين لهم مطالب، إنهم قادرين ينتصروا، إنهم قادرين يكسروا كل قيود الظلام، قادرين يكسروا جمود الأشياء، قادرين يكسروا العقلية المختلة، قادرين يحطموا كل الأسوار، قادرين يعلنوا بداية جديدة، قادرين يفتحوا نافذة جديدة للضوء، قادرين ينطلقوا إلى مرافي الأمان، قادرين يعبروا إلى الضفة الأخرى. درس جديد هيقدم الشعب السوداني لكل العالم. قدمنا ثورة عظيمة، قدمنا نضالات كبيرة، تضحيات جسام، ولكن مشوارنا الجاي أكبر، مشوارنا الجاي أكبر. حندفع الثمن، نعم هندفع الثمن غالي، ولكن بعد هذه النضالات تشرق شمس الحرية، ونعود عزاز زي ما مضى، زي ما غنت فنانتنا الجميلة نانسي عجاج بتقول: لو خوفنا راح وطريقنا مرصوف بالثبات، ومشينا للحرية صح، لابد أكيد مهما طال الليل ضناه، مهما طال الليل ضناه، الفجر جاي، الفجر جاي ضياه أكيد، وحنعود عزاز زي ما مضى، حنعود عزاز زي ما مضى. دي رسالة لكل طاغي، رسالة لكل متجبر، رسالة لكل ظالم. لازم يسمع الرسالة دي، لازم يفهمها، إنه الشعب السوداني مختلف، إنه الشعب السوداني عنده الإرادة، عنده العزيمة، عنده الإصرار. ما بيرجع من منتصف الطريق زي ما أسقط الدكتاتوريات السابقة، سيسقط كل دكتاتوري. ده يقيننا وده إيماننا بقدرات شعبنا، إنه في ضوء في آخر النفق. الآن ربما يكون اليأس بيملى الناس، ربما الناس تكون محبطة، ربما وربما وربما، ولكن تمسك يا عزيزي المستمع ببصيص من الأمل. لا بد أن نفتح نافذة جديدة للضوء، حتى لو كان النفق مظلم سنسير بأمان، حتى لو كان النفق مظلم حنرجع وحنكمل، حنعلن انتصار جديد. ما هنقول مستحيل أبدا، ما هنقول ما قادرين، لكن حنرفع رايات الانتصار،
هنغني للبلد حتى لو غشتنا المواجع، حتى لو كان ظلام الليل طويل، لابد إننا نودع، لابد إننا نغني أروع نشيد، لابد نكسر كل جبال الهم. هنقول وهنغني وداعا يا ظلام الهم، على أبوابنا ما تعتب، ومرحب يا صباح الحب، مرحب يا صباح هذا البلد، مرحب بشمس جديد تشرق على السودان. السودان يستحق الأمان والاستقرار والسلام، السودان يستحق البدايات الجديدة، السودان يستحق أن نطوي صفحة الحرب، السودان يستحق عزيزي المستمع إنه يتبني صح. هنقفل أبواب الإنقلابات، هنطويها للأبد، هنرفض كل إنقلاب، هنرفض كل ظلم، هنرفض كل طاغي، كل متجبر، كل ظالم، حتى لو كانت الأمور صعبة. وقتين نشوف الأمور صعبة، نرجع وندخل محضر، بنلاقي الأمان، بنلاقي الاستقرار، بنلاقي صباح جديد. نستمر نرفع أيادينا طاهرة مقدسة من أجل هذا البلد، من أجل أمان البلد، من أجل استقرار السودان، من أجل شباب السودان، كنداكات السودان، من أجل الجيل الراكب رأس، جيل الثورة، جيل التغيير، جيل البناء، جيل البدايات الجديدة، جيل الطموح، جيل التغيير، جيل المضي قدما نحو الأمام. لن نعود من منتصف الطريق أبدا، حتى لو كان النفق مظلم، حتى لو كان النفق مظلم، لابد أن نكمل هذا الدرب. الرحلة دي نكملها، البدايات دي نمشي فيها، نصل إلى نهاية المطاف، إلى آخر المشوار، عشان أهلنا، عشان أصحابنا، عشان الناس الماتوا، عشان الناس السفكوا دماؤهم، عشان الناس الضحت بأرواحها، عشان الناس القدمت نضالات من أجل هذا السودان. كم واحد ناضل، كافح، قدم، نسى كل حاجة عشان البلد. لا يمكن إننا نعود وإحنا شايفين إنه بكرة جاي، وحنعود عزاز زي ما مضى. لا يمكن أن نعود من منتصف الطريق، لابد أن نبني هذا البلد. رحلتنا شاقة وطويلة، رحلتنا فيها الصعاب، التحديات، كل العالم ممكن يقف ضدنا، كل العالم ممكن يقف ضدنا، لكن تكفينا إرادتنا، تكفينا الإرادة، تكفينا العزيمة، تكفينا إصرارنا، يكفينا. كفاية إننا نؤمن بقدراتنا، مهما تجبرت الأنظمة، مهما تعالت، مهما ظلمت، مهما فسدت، مهما استبدت، لا يمكن أن تنتصر. إرادة الشعب أقوى، إرادة الشعب أقوى عزيزي، والردة مستحيلة، أبدا مستحيلة. كل الأسوار تسقط، كل ظالم يسقط، كل متجبر يسقط. حنعيد الشعار ده تاني، تقلب هوبة، تعمل أي مصيبة، تسقط بس، تسقط بس، لأنه الشعب قال لك كده. الشعب يأمر، شعبنا يأمر، وكله ينفذ، كل الناس تنفذ، لأنه شعبنا السوداني. كل الفخر والإعزاز بهذا الشعب الكبير، الشعب المعلم، الشعب الذي يعطي الدروس المجانية لكل طغاة العالم. أننا متفردون، أننا متميزون، أننا ننتصر
على كل طاغي. متميزين لأننا بنصنع نضالات برانا، متميزين لأننا دائما بنقهر الناس برانا، ما بننتظر الناس تساعدنا أبدا، بنمشي بندق صدورنا برانا، بنمشي ونكمل الرحلة، بنقول للناس أبدا شكرا لمساعداتكم، شكرا لوقفتكم، لكن أن احنا ما هنقبل أي مساعدة مشروطة، ما بنقبل أي مساعدة فيها مصالح أبدا، ما بنقبل إنه الناس تفرض علينا أجندتها، ما بنقبل إنه الناس تمشينا. إحنا مختلفين، إحنا سودانيين، إحنا ثوار وأحرار، وهنكمل المشوار، هنكمل منتظرين دروس جديدة نقدمها للعالم، نبهر بيها العالم، نخلي كل الطغاة هاماتهم تنهني لينا، نخليهم يرفعوا لينا القبعات من جديد، نخليهم يعترفوا. الناس اللي كانت لسه ما بتؤمن وشاكة وما مصدقة إنه الشعب السوداني ممكن ينتفض، يتعلموا من الدروس والعبر، يتعلموا إننا مختلفين، يتعلموا إننا قادرين. عزيزي المستمع، تذكر أن هنالك ضوء في آخر النفق. مستمرين معاكم ونستقبل الرسائل، شاركونا كيف نقدر نشجع بعضنا وكيف نقدر نعبر المرحلة دي. شاركوا بآراكم وأفكاركم ومقترحاتكم ونقاشاتكم، كلنا مع بعض عشان نبني البلد. وظل العصر دائما بستقبل الآراء عبر البريد الإلكتروني mail@radiosamar.com وعبر الواتساب 0424-394-5901. شاركونا دايرين تقولوا شنو، كيف السودان دي يتبني في رايك عزيزي المستمع، شنو المفترض نعمله، الخطوة الجاية شنو. شارك، ساهم، ما تبخل على بلدك برايك، شاركنا الأفكار والموضوعات، ودائما نحن معاك في ظل العصر. فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم، ما تمشوا بعيد. راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. يا رب علمني أشوف في الآخرين كل جمال، دربني كيف أغمض عيوني عن الحاجات التانية، دربني كيف إنه الحب اللي بيشيل الكراهية، وإنه السلام أقوى من أي سلاح على الأرض ومن أي حسد وأنانية. ولو ما تعلمت كده بكون غلطي إني ما بفتح قلبي لك عشان أشوفك بعيوني. يا الله دربني، لأنه كل حاجة جاية منك فيها حياة لي، وإنه الما جاي منك فيه موتي. يا الله دربني أشوف في الناس شنو اللي في قلبك ليهم. آمين. أحبائي أعزائي، هل فكرت يوما في نتائج الخطية المريرة؟ ما هي النتائج؟ النتائج مريرة فعلا. من بعض نتائج الخطية هي مرة، عاقبتها مرة حادة كسيف ذو حدين، فيها إهانة لكرامة الإنسان، وأخذ منه سلطانه، وكمان ثمرة بطن غير مشروع. الخطية خاطئة جدا،
تفقد المؤمن ميزاته في القوة. الخطية، قال الرب لداود: إنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون. في الخطية أعداء الله يشمتون بنا. عقابها حالي وسريع، عقابها مرير، تجلب العار لكل من يفعلها، تسبب أمراض في العظام. لما سكت بليت عظامي بسبب زناية، قال داود. الخطية تسبب شعور بالذنب الرهيب. الخطية تسبب ضعف القدرة الجسدية. الخطية تسبب فقر مادي. الخطية زرع له حصاد من نفس النوع. الخطية، وفي الخطية لن يرث ملكوت السماوات، قال الكتاب المقدس: لا تضلوا، لا ذنات يرثون ملكوت الله. الخطية عرفت بالزنا، والزنا من أصعب الخطايا التي تحدث بين الإنسان والإنسان، وقد وصفها الله أيضا بالزنا ضد الله، أي اللجوء إلى إله آخر، ليس الأصنام، ولكن الكذب هو إله، المال هو إله، الضغينة هي إله، الكبرياء إله. لقد صارت كل هذه آلهة نتمسك بها، ولن نرث ملكوت الله. وفي الخطية سينتقم الله. نعم، ذلك الإله الذي نتكلم عنه بالرحمة والمحبة، ذلك الإله الذي نتحدث عنه، الذي يصبر علينا يوما تلو الآخر، في يوم من الأيام سوف ينتقم لهذه الخطية، لأن الرب منتقم لهذه كلها، قال الكتاب المقدس. وأما الزنا فسيدينهم الله، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله أيضا. أصعب نتيجة هي إهانة وإحزان الروح القدس الذي في المؤمن، لأن جسده هو هيكل للروح القدس، وهو عضو في جسد المسيح. هل يمكن لمؤمن أمام لذة وقتية أن يعرض نفسه لكل هذه المصائب؟ احترس من هذه الخطية المدمرة، ولا تنسى أن الخطية ليس لها كبير. قدم هذه الصلاة: يا رب، احفظنا من هذه الخطية المحيطة بنا بسهولة في هذه الأيام الشريرة، سواء بالنظر أو الفكر أو الفعل، واحسن إلينا لكي نحيا حياة القداسة، فنمجدك في أجسادنا وأرواحنا التي هي لك. في اسم ربنا يسوع المسيح يا أبانا أصلي، آمين. We'll be right back.
في ضوء ليك طول الطريق كلمة تليك زي النبيع ترويك من عطش الهجير كلمة تليك زي النبيع ترويك من عطش الهجير ودع صرامة الماضيهم كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك أصلك بجيك إنسان جديد كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك الوجع يرويك من حب الكبير يسرح معاك خوك الدليل بعناية من عند القدير يسرح معاك خوك الدليل بعناية من عند القدير ودى صرام الماضيهم كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك أصبحت بديت إنسان جديد كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك ودى ظلام الماضيهم كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك أصبحت بديت إنسان جديد كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك جبل ما يهمك الفت وانطوى ركز خطاك فوق المسير ما يهمك الفت وانطوى ركز خطاك فوق المسير ودع صرام الماضيهم كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك أصبحت بديك إنسان جديد كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك ودع صرام الماضيهم كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك أصبحت بديك إنسان جديد كل هلا أسفا عليك كل هلا أسفا عليك طول العصر مستمر معاكم من راديو سمر عفوا وبنرحب بالناس اللي بيسمعونا من كل الأماكن في العالم والمتضامنين مع الشعب السوداني إنه يسترد الثورة وإنه يرفض الانقلاب الحصل ويكمل رحلة التحول الديمقراطي. بنرحب بكل الناس اللي بيسمعونا ونحن بنتابع الأخبار وبنتابع التطورات الماشية في الساحة الآن، وزي ما جاءت الأخبار إنه مجموعة جديدة من السفراء أعلنوا عدم اعترافهم بالإجراءات أعلن البرهان، والإجراءات اللي جاءت طبعا بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ زي ما أنتوا تعبعتوا، والقائمة ضمت بعض السفراء أبرزهم طبعا مساعد الوكيل لشؤون السياسية السفير إلهام شانتين ومدير عام الإدارة العربية والأسيوية السفير عادل شرفي ومدير عام إدارة التخطيط السفير هيدر إبراهيم والسفير سيد الطيب والإضافة للسفير إبراهيم البشرى. وكان قبالهم طبعا في سفراء برضو أعلنوا انحيازهم للشعب ورفضهم لإجراءات البرهان، من ضمنهم سفير السودان في واشنطن وفي بكين
بالإضافة لرئيس بعثة السودان لدى الاتحاد الأوروبي وسفير السودان في الكويت. وامبارح طبعا البرهان قام عفى 6 من السفراء الأعلنوا إنهم حينهازوا للشعب. لكن دايرين نقول الثورة مستمرة مهما يعمل ويعفي ويسوي، لكن كل هذه القرارات لا تعني الشعب السوداني كثيرا، ولكن الشعب قرر إنه حيرجع التحول وحيكمل في التحول الديمقراطي، ولا بد إنه الفترة الانتقالية تمشي لنهايتها ولحد ما نصل بالثورة ونحقق أهدافها. طبعا الشعب السوداني قال إنه حمدوك هو رئيس الوزراء الشرعي ونحن بنعرف زول غيره، وصورتنا مستمرة طبعا من أجل إنهاء كل عصور الدكتاتورية وعصور الظلام، ونبدأ بداية جديدة في السودان. والأخبار طبعا بيجينا من وسائل إعلام مختلفة، ونحن متابعين برضو الأخبار والحاجات اللي بتحصل في البلد وتطورات المشاهد. طبعا الناس بتدعو للمواكب، مواكب 30 أكتوبر، وأيضا دعاوي للعصيان المدني، وحالة من طبعا اليأس بتصيب الناس، ولكن ما زال الناس رغم اليأس ورغم فقدان الأمل متمسكين بأهداف الثورة، متمسكين إنهم هيمشوا ليه قدام. التصريحات بتقول إنه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لسه ما صرح أي تصريح رسمي غير بعض المقابلات الممكن عملها مع بعض الأشخاص وبعض الصحفيين وبعض المسؤولين في بيته، ولكن حتى الآن لم يعلن الدكتور عبد الله حمدوك أي تصريح رسمي، ونحن مستنين طبعا يطلع ويخاطب الشعب. حسب البيان اللي كان طلع من مكتبه إنه لسه هو متمسك بالانتقال الديمقراطي، متمسك بثورة الشعب، ولا يمكن إنه طبعا يتخلى عن الشعب في اللحظة دي، وهو مع الناس إلى آخر النهاية حسب ما جاء في البيان الذي أصدره المكتب الرسمي للدكتور عبد الله حمدوك. أيضا في الأخبار إنه حمدوك أكد تمسكه بالتحول الديمقراطي، ودي بعض المصادر طبعا المقربة من الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، قالوا مبارح إنه ما زال متمسك بالتحول المدني الديمقراطي، وكمان بشدد دكتور حمدوك على التزامه الكامل بأهداف الثورة المناهضة للرئيس المعزول عمر البشير، وحذر من استخدام العنف ضد المحتجين والمتظاهرين السلميين. ويقال إنه برضو طبعا حمدوك الآن تحت حراسة مشددة في بيته، وحتى الآن لم يصرح تصريحات جديدة بشأن العملية السياسية في السودان. أيضا أخبار كثيرة طبعا بتجينا من داخل وخارج السودان، لكن دايرين نرجع بسرعة جدا للرسائل كم بساها الدكتور عبد الله حمدوك للسودانيين من مقر إقامته امبارح. وفي مصادر طبعا أوروبية برضها أكدت إنه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك حذر السلطات السودانية من استخدام العنف ضد المحتجين عفوا. وبرضو ذكرت المصادر ذاتها إنها
انه دكتور عبد الله حمدوك بيخضع للاقامه تحت الحراسه المشدده، وانه اي تراجع عن المسار الديمقراطي بيحدد الاستقرار في السودان. الامم المتحده برضها اعلنت انه سفراء فرنسا والمانيا والنرويج وبريطانيا وامريكا والاتحاد الاوروبي والامم المتحده انهم زاروا حمدوك في مقر اقامته حسب الاخبار. وايضا في الاخبار انه دكتور عبد الله حمدوك ما زال متمسكا بالتحول الديمقراطي، وايضا مع عدم استخدام العنف ضد المحتجين. مصادر أخرى تفيد أن السلطات العسكرية في السودان منعت وزراء العدل والخارجية والزراعة والنقل والري من مقابلة الدكتور عبد الله حمدوك بمنزله. كل هذه الأخبار طبعا نحاول أنها تصل للناس وتقدر تكون في الصورة وتعرف شنو الماشي في البلد، ولكن ما يهمنا إننا متمسكين بسلميتنا، متمسكين بثورتنا، متمسكين بالأهداف حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب، متمسكين إننا هنسقط كل ديكتاتوري، متمسكين إننا هنسقط كل انقلابي، متمسكين إنه الثورة هتكمل إلى النهاية حتى لو كانت متاريس قدامنا، حتى لو كانت التحديات، ولكن هذا لا يعني أننا نستسلم ونرفع الراية، راية الاستسلام أمام الطغاة وأمام المستبدين وأمام كل من يحاول جر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه. تتراشح الأخبار أيضا إنه البرهان أقدم على خطوة جديدة بعدما أقال أو عفى السفراء من مناصبهم، بعض السفراء طبعا الرافضين الانقلاب، وأدانوا الموقف وأدانوا حق البرهان لمجلسي السيادة والوزراء في خطوة طبعا تعتبر تعدي على الوثيقة الدستورية، تعتبر انقلاب كامل الدسم، وتعتبر أيضا فض للشراكة، وتعتبر قطع للطريق أو الطريق أمام التحول الديمقراطي. ممكن السفراء أو الدبلوماسيين السودانيين داخل وخارج البلاد أدانوا موقف البرهان، ممكن وصلوا أكثر من 30 دبلوماسي. وكمان وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي شددت في تصريحات سابقة لبعض وسائل الإعلام إنها بترفض الإجراءات، ووصفت ما جرى في الخرطوم بإنقلاب تام على السلطة المدنية، واعتبرت إنه حمدوك هو رئيس الحكومة الشرعية في السودان. وأيضا في الأخبار الأعزاء المستمعين، ما زلنا نتابع آخر تطورات المشهد في بلادنا، ونتمنى إنه الأمور تمشي لصالح الشعب السوداني، إنه الأمور تمشي لصالح شعبنا المعلم وشعبنا الكبير. مجلس الأمن يصدر بيانا حول السودان يطالب فيه بحكومة مدنية ويجدد الدعم للبعثة الأممية. حسب الأخبار طبعا، حسب وسائل الإعلام أنباء، إنه مجلس الأمن الليلة الخميس طلع بيان طالب فيه الحكومة أو بعودة الحكومة البديرة المدنيين في السودان. ومجلس الأمن الدولي جدد في بيانه دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان، وأكد كمان دعمه للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في تحقيق استقرار
السودان، وأضاف بيان مجلس الأمن الدولي إنهم ملتزمين بسيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية. المجلس أكد إنه على استعداد إنهم يدعموا جهود تحقيق التحول الديمقراطي بما يحقق آمال السودانيين. وكمان المجلس حث كل الأطراف للانخراط في الحوار دون شروط مسبقة. والمجلس قال في بيانه يجب تطبيق الوثيقة الدستورية وغير من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية، وطالب جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف. وحذر مجلس الأمن في البيان جميع الأطراف أو حذر من أي محاولة لتغويض عملية التحول الديمقراطي اللي بيعرض أمن السودان للخطر. البيان ده جاء بعد طبعا مباحثات طويلة جدا استمرت لكام يوم، وطالب طبعا بالإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام حق التجمع السلمي حسب ما جاء في البيان. الأخبار بتشير إنه في بيان طلع من مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في البلد. نتمنى طبعا كل الأخبار تجي في صالح شعبنا المعلم. الأعزاء المستمعين، مستمرين معاكم في تغطية خاصة وحلقة عنوانها ضوء في آخر النفق. لازم يكون في ضوء، لازم نصل لنهاية مشرفة لثورتنا، لازم نرى النور في البلد دي، لازم سوداننا ده يشوف شمس الحرية تشرق عليه. عشان كده تعالوا نكمل، حتى لو كنا محبطين، حتى لو كنا يأسانين، لابد إننا نصل لنهاية هذا المشوار. لابد إنه خلاص بلدنا يصل في الأوقات الجاية حتى لو كان الليل طويل. نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم، يا ريت ما تمشوا بعيد. راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف. يا رب أنا متمسك بوعودك ومحبتك، متشوق عشان أجيف قدامك. بين لي يا رب درب الخلود، سمعني ألحان محبتك الحقيقية. يا الله فتح عيوني على منارات الحق، وافتح قلبي على الإيمان الغافر المسامح. ما تخليني أسمع لأي صوت عبادة تهتم بالرغبات الأرضية. يا الله ضوي قلبي وضميري عشان أبقى مليان بالقناعة. أديني عربون الحياة الأبدية، لأني ما عندي درب غيرك، درب ألقى فيه مغفرتك. يا الله غيرني وشكلني من جديد، خليني أسمع لألحان الوطن الجاي. آمين. كلمة نفكر فيها، كلمة نبحث عن معناها. الخلاص والتخلص من شيء عالق فينا، نحاول أن نتخلص منه. في الخلاص هو ترك هذا الشيء الذي نعاني منه، إذا كان أخلاقيا أو نفسيا أو أيضا جسديا. نعم في الخلاص يوجد شفاء، وأيضا في الخلاص يوجد سلام وطمأنينة. في الخلاص حصلت مبادلة، مبادلة بين البار من أجل الأثمة، البار الذي لم يعرف خطية ولم يفعل خطية وليس فيه خطية، هو الرب يسوع المسيح. ذهب إلى الصليب وهناك أخذ مكان الآثمين،
لقد مات السيد المسيح له المجد عن الفجار والخطاة والأعداء. حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، فكيف لنا أن نتخلص من هذه الخطية بدون مبادلة وبدون تضحية؟ كيف نتخلص من العادات السيئة؟ أهي بالأعمال الحسنة؟ كلا، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا ليس بأعمالنا نرشي من هو أقدس وأعظم وأجل، هذا الإله العظيم. ليس بأعمالنا الصالحة نقدر أن نفي بهذا الخلاص، وليس بأعمالنا وصلاحنا، لأنه ليس بصالح يوجد في هذا العالم إلا الذي هو بلا خطية. اعترفت كل الديانات وكل الأنبياء أن الوحيد الذي لم يفعل خطية هو شخص الفادي يسوع المسيح، الرب الإله الذي تنازل عن عرشه ليعطينا حياة وحياة أفضل. وها أنا أدعوكم إلى هذا الخلاص. لقد نزل هو بالنعمة إلى حيث كنا لكي يرفعنا ويعطينا مكانا معه، حيث هو الآن لكي نسكن معه إلى الأبد. إن الإله الخالق، الإله العظيم، الإله القدوس ليس هدفه أن يلقي بنا في جهنم، لأن جهنم لم تخلق للإنسان، بل خلقت لعدو الله أي إبليس الشيطان اللعين الذي تمرد عن حضرة الله وأراد أن يكون معادلا لله. ولا شخص يمكن له أن يكون معادلا لله إلا الذي أتى من عند الله، الله نفسه. الخلاص هو أن نعطيه الكرامة والمجد، الخلاص هو أن نقدر ما فعله من أجلنا، الخلاص هو أن نعرف أننا لا نقدر أن نخلص أنفسنا، لا نقدر أن ندفع فدية عن أنفسنا. الخلاص هو أن نأتي إليه هو ونطلب منه هو، كما نذهب إلى الطبيب لكي يساعدنا بعلاج نتخلص فيه من المرض. نأتي إلى ذلك الإله العظيم لكي يعطينا العلاج الحقيقي لنتخلص من الخطية التي صارت عالقة فينا، التي صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا، وصارت عاداتنا السيئة وأخلاقياتنا الفاضحة وتعاملاتنا الغير حميدة هي التي علقت بنا ولا نقدر أن نتخلص منها. عزيزي، عزيزتي، اليوم أدعوك إلى هذا الخلاص، أدعوك إلى هذه المبادلة، أدعوك إلى هذا الشفاء، أدعوك إلى نعمة الله، أدعوك إلى السلام الحقيقي مع الله ومع نفسك. هذا هو الخلاص. ما عليك إلا أن ترفع قلبك الآن وتقول له: أيها الآب السماوي، الإله الخالق العظيم، أشكرك من هذه المبادلة، وأخذت مكاني حتى تكون الضحية بدلا عني، لأنك أنت الضحية الكاملة. أعترف بخطاياي، أرجوك اقبل توبتي وتقبل صلاتي، وآتي إليك وأطلب هذا الخلاص العظيم. أشكرك لأنك خلصتني من الخطية بالإيمان، أشكرك لأنك خلصتني من الأمراض بالإيمان، أشكرك من أجل الشفاء بالإيمان.
في المسيح يسوع ربنا المخلص الوحيد، آمين. إذا صليت هذه الصلاة من قلبك أريد أن أقول لك بالإيمان سوف تتخلص من الخطية ويعطيك الشفاء. له كل المجد والإكرام من الآن إلى الأبد، آمين. تبقى شكرا في المغاد والزغاريت لحن كلمات مبتوكات.
يوم نوصل معاك ياما يوم نوصل معاك المرافل في سماك لابدا حضن كل مكان بحر حبك والزمان يا جمال اوقات ناديك يبقى شكرك في المغان والزغاريت لحن كلمات مبتدا يبقى شكرك في المغان والزغاريت لحن كلمات مبتدا أصدقاء البرنامج أهلا وسهلا من جديد. مرحب بكل من انضم إلينا. ما زلنا نتابع تفاصيل الأخبار في بلدنا السودان. مرحب من جديد ونحن في ظل العصر الأصدقاء المستمعين، ودائما رحلة جديدة نبدأها معاكم من نقاشاتنا. نبدأ من الخبر الأخير المتداول الآن في وسائل الأنباء المختلفة. حسب البي بي سي، انقلاب السودان، مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عودة حكومة يديرها مدنيون في البلاد. تعالوا نتابع الخبر ده ونشوف تفاصيل شنو الجات في الخبر. حسب هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، دعا مجلس الأمن الدولي الحكام العسكريين في السودان إلى إعادة السلطة إلى الحكومة التي يقودها المدنيون والتي أطاها بها الجيش هذا الأسبوع. وأقر المجلس بالإجماع بيانا أو في بيان عبر فيه عن القلق الشديد بشأن الانقلاب الذي وقع الاثنين في الدولة الأفريقية المنكوبة بالفقر، والتي لم تتمتع إلا بفترات قصيرة من الديمقراطية منذ الاستقلال عام 1956 حسب ما جاء في الخبر. ودعا المجلس إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لدى السلطات العسكرية، وحث جميع الأطراف المعنية على الحوار دون شروط مسبقة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان الخميس إن الممثل الخاص للمنظمة الدولية في السودان قابل الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان الأربعاء، وحثه على تهدئة الموقف في البلاد، ودعا إلى السماح بالوصول إلى المعتقلين والإفراج عنهم. وأضاف البيان إن فولكر
عرض مساعيه الحميدة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية لاستعادة الانتقال إلى حكومة مدنية بالاشتراك مع الجيش. شعبنا قرر وحيطلع يوم السبت بغض النظر العالم واقف معانا ولا ما واقف. شعبنا هينتصر على كل الطغاة، كل المتجبرين. نواصل في تغطيتنا الخاصة والمتعلقة بالأحداث في السودان وأخبار وتقارير من مواقع مختلفة طبعا تتحدث عن الأحداث في السودان، ونحن ما زلنا معكم نتابع هذه الأخبار والمتابعات الخاصة التي تريدنا من وسائل الإعلام المختلفة. أيضا الأعزاء المستمعين، العصيان مستمر، وهنالك ترتيب طبعا ل 30 أكتوبر بعد بكرة يوم السبت للمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي ورفض الانقلاب. نعود إلى دكتور عبد الله حمدوك. في الأخبار حسب ما كنا بنتكلم قبل شوية إنه المصادر المقربة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ما زال متمسكا بالتحول الديمقراطي المدني وأهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول البشير. وما زال حمدوك طبعا محتجزا في بيته ولم يصرح حتى الآن تصريحا رسميا، ولكن يقال عنه أنه متمسك بالتحول الديمقراطي. مستمرين معاكم بتغطياتنا الخاصة، تعالوا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين نكمل معاكم، ياريت ما تمشوا بعيد. راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم. يا الله، بعرف كويس إنك بتحب العالم وبتشمله بعطفك ورعايتك، وعشان حبك الكبير ليه ما بتتمنى الحزن يملى بيوتنا. قدر شنو في بيوت حزينة ومليانة بالألم والدموع، وقدر شنو في كثيرين بايتين على الجمر، لأننا بنبني نفوسنا بيوت ضعيفة على الأساسة. عشان كده بخد نفسي بين إيديك، لأنك أنت اللي بتكشف كل المستور جوا القلوب، وإنت بس اللي بتعرف في الضمير، وإنت بتعرف كويس حجم الأنانية جواي. وقدر شنو أنا ضعيف، يا رب خلي نورك يضوي في قلبي وفي فكري. أسندني يا رب، أسندني في دربي، دربي البلقى فيه حقيقة لكل حاجة. يا الله خليني زول ملان بروحك، وديني بيت مبني على أساس قوي ومتين وما في ريح تقدر تهزه، بيت من عندك. أمين. شاشات الفؤاد كل يوم بيمر
راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com. يا رب، في كثير من الأوقات خليت جسمي هو محور نظري، أديته كل اهتمامي، نسيت إنه هو بس موجود عشان يكون مجرد برواز لروحي، ساويته بقيمتي وعشان الناس بتشوفه بقيت حريص أبينه في أحسن شكل وأهملت في جوهر روحي وحقيقتي، وعشان الناس ما بتشوف الأرواح يا رب أحمدك عشان البرواز الجميل اللي اديتني ليه، بس بسألك تنظفني من جواي، تدخل جواي وتعدني، ترمم نفسي من الأعماق، بين لي يا رب كيف بتطهر الأرواح، شيل عيوني وحولها من عالم الجسد والمظاهر وخليني مشغول بالروح وعالم المخفي. آمين.
بلاك كيف أكون أنا غيرك أنت كيف أكون عايش بلاك أسرع تعال إرسع تعال أسرع تعال إرسع تعال مستني يوم أحظى بلغاك أسرع تعال إرسع تعال أسرع تعال إرسع تعال مستني يوم أحظى بلغاك مستني يوم أحظى بلغاك شجايا وفي احتياجي ما لقيت في الكون سواك في شجايا وفي احتياجي ما لقيت في الكون سواك بحتمل كل العذاب بحتمل كل العذاب كل العذاب بس أفوز أنا برضا أنا بحتمل كل العذاب كل العذاب أفوز أنا برضا بس أفوز أنا برضا وبتين احترت في الدرب ساعة همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني انت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون يوم جيت شايل زنوبي القى قريب تسمع نداي يوم جيت شايل زنوبي ألقى قريب تسمع نداء تغفر ذنوبي وتمسحها وتمسحها تغفر ذنوبي وتمسحها وتمسحها وتبقى في جنبي وحداي تغفر ذنوبي وتمسحها وتمسحها تغفر ذنوبي وتمسحها وتمسحها تبقى في جنبي وحداي تبقى في جنبي وحيدا
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا من جديد. ظل العصر مستمر معاكم، ودائما هنالك ضوء في آخر النفق. حتى لو ساءت الأحوال، حتى لو ضاقت الأمور، لابد من انتصار جديد لشعبنا السوداني. الحرية والتغيير تدعو إلى العصيان المدني الشامل. طبعا الخبر ده حسب وسائل الإعلام، تحديدا سكاي نيوز عربية. أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الاثنين بيانا دعت فيه إلى العصيان المدني الشامل، ردا على الإجراءات التي اتخذها الجيش باعتقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد. وجاء في بيان قوى الحرية والتغيير بإعلان البرهان اليوم الانقلاب الصريح على السلطة واعتقالاته التي طالت رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وأعضاء أو طاقم وزارته وأعضاء من المدنيين في مجلس السيادة، وإلقاء عدد من المواد في الوثيقة الدستورية. فإن البرهان أعاد وضع البلاد إلى مرحلة المجلس العسكري الانتقالي وإلى ما قبل الاتفاق مع المدنيين وتشكيل الحكومة الانتقالية. وأضاف البيان بهذا يؤكد البرهان ارتكابه وقراءته من كتاب التاريخ القديم، وأنه يقود جيش الوطن والشعب ضد إرادته ويقع في خطأ قاتل. وتابع: إننا في قوى الحرية والتغيير نرفض الانقلاب جملة وتفصيلا، وندعو جماهير الشعب الصامدة للخروج إلى الشوارع حفاظا على ثورتهم والاستمرار في ديدن السلمية الذي كان عنوانها منذ انطلاقتها في 18 ديسمبر 2018. ودعت قوى الحرية والتغيير كافة السودانيين في كل العالم بالتوجه إلى برلمانات ووزارات الخارجية في الدول التي يقيمون فيها، والتظاهر والضغط لعدم الاعتراف به ورفضه. مستمرين معاكم في التغطية. وفي هذا البيان طبعا قوى الحرية أعلنت حالة العصيان المدني الشامل في كل مرافق الدولة وجميع أنحاء البلاد إلى أن تتحقق المطالب، منها إطلاق سراح كافة المعتقلين من مجلس الوزراء ومجلس السيادة والذين لم يعودوا مفوضين للتفاوض مع المجلس العسكري بعد أن عاد الأمر والقرار للشعب الذي ملأ الشوارع لاسترداد ثورته. المطلب الثاني: تنحي كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية التي ناضل الشعب وقدم الشهداء من أجلها. ثلاث: الشعب هو مصدر السلطة ووحده من يحق له تفويضها لمن يشاء، وهو الذي سيحدد من يستحق هذا التفويض. طبعا هذا الخبر حسب قناة سكاي نيوز عربية. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم ظل العصر. نلقاكم يوم الاثنين، ودائما آمنين ومستقرين ومستعدين لكل بدايات جديدة. ربنا يحفظ البلد، ونتأكد إننا هنجد ضوء في آخر النفق. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي سمعان محجوب. إذاعة سمر هي وهج ينبعث منه النور، وجمال حضورها يولد جديدها، فانضم إلينا.